إن تعليم القرآن الكريم هو من أجل وأرفع النعم، لأن أعظم نعمة بعد نعمة الخلق هي نعمة العلم. فإن الله عز وجل امتن علينا بنعمة الخلق، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نحمد الله عز وجل فنقول الحمد لله الذي خلق، وهو أول ذكر، الحمد لله الذي خلق ورزق، ولو ما خلق لما كان وجود ولكنا في واقع العدم. لكن بعد نعمة الخلق إذا لم يكن العلم فهو عدم آخر. وسبحان الله، ربنا عز وجل قارن بينهما، قارن بين الوجود والعلم، لأن الوجود هو إيجاد من عدم، والعلم بعد الجهل كذلك إخراج من عدم، لأن الجهل عدم. وعلى هذا ربنا عز وجل لما قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال العلماء قرن القراءة بالخلق، لأن العلم أخو الإيجاد، فالخلق هو إيجاد والعلم هو إيجاد آخر. والناس إن فقدوا العلم هم عدم في عالم الوجود. ولذلك أمرنا أن نتعلم، وما كرم سيدنا آدم إلا بهذا، وما رفع الله قدره وما أسجد له الملائكته في الملأ الأعلى تقديرا وتشريفا إلا لأنه قد علم. ربنا عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها، ونحن أمة أولى بأن ننتسب لآدم، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أمة لم يقل لها أول ما قيل صلي أو صومي أو حجي أو زكي، بل قيل لها تعلمي. تعلمي لما قيل لنبيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكان حجاج النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لما كان يقول ما أنا بقارئ، فعلا لم يقرأ النبي، كان رجلا أميا لم يكتب، لم يقرأ على أستاذ، لكن الله عز وجل نبهه بأن أستاذه الأول هو رب العزة جل وعلا، فقال اقرأ باسم ربك لا باسم فلان أو علان، فاختصر الأزمنة وأبطل الأسباب وأفرغ في قلبه علما لا دنيا إفراغا، فكان إلهاما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة ينبغي أن نتعلم كذلك. لكن ماذا نتعلم؟ نحن مطالبون بأن نتعلم كل شيء ينفع في هذا الوجود، وعلى رأس ما ينفع أن نتعلم كتاب ربنا عز وجل. ولهذا لما جاءت سورة الإسراء، وهي سورة سموا سورة الأستاذية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة التحول من بني إسرائيل إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الله عز وجل فيها من ذكر القرآن الكريم، بين طيات آياتها تقرأ لفظة القرآن، وكان من أوائل ما بدأ به ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما دام القرآن يوقفنا عند النعمة الثالثة من أصول النعم بعد نعمة الخلق ونعمة العلم، نعمة الهداية، فلما كان يوصلنا عند النعمة الثالثة وهو نعمة الهداية، وجب علينا أن نتعلم. أول ما نتعلم هو أن نتعلم القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن يسوقنا إلى الهدى، ويسوقنا إلى التقى، ويسوقنا إلى طريق ربنا جل وعلا. سبحان الله، لما نقرأ سورة البقرة نستفتح هذه السورة، وهي أعظم سورة بعد الفاتحة، وهي السورة التي اجتمعت فيها معاني القرآن كلها، وهي السورة الوحيدة التي جمعت العقيدة والعبادة والأخلاق. هذه السورة من أوائلها، يقولنا ربنا عز وجل ألف لام ميم في هذه الكلمات المتقطعة حتى يلفت انتباهنا إلى ما يذكر بعدها، يقولنا ذلك الكتاب، ويشير إليه إشارة الرفعة. ذلك الكتاب، لفظة ذلك في القرآن تشير إلى البعيد، معنى القرآن بين أيدينا مكتوب في 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 الصدور، في السطور، محفوظ في الصدور، في الصدور، لكن قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول واحد من العلماء، يقول سبحان الله
مرات ربي يقول لنا القرآن هداية، ومرات يقول لنا هدى. يقول الهداية سبب والهدى غاية، وإحنا الأصل أن ننطلق من السبب فنصل إلى الغاية، ننطلق بالأسباب نصل إلى الغاية. لكن يقول لنا القرآن هو السبب وهو الغاية في حد ذاته، لن تصل إلى الهداية إلا بالقرآن، وإن قرأت القرآن فقد بلغت الهدى. واحد يمثل واحد التمثيل عجيب، يقول لك مثل واحد مريض أصابه مرض عضال، فدلوه على طبيب، فبدأ يبحث عن الطبيب، فوجد الطبيب في سيارته، سأله هل تعرف الطبيب الفلاني؟ يقول نعم أعرفه. قال خذني إليه. قال فحمله معه وأخذه إلى عيادته، فلما وصل العيادة قال أين الطبيب؟ قال أنا هو الطبيب نفسه. قال كم تكون فرحته ويكون الطبيب هو الذي حمله، فلما وصل العيادة وجد بأن الطبيب هو نفسه ذلك الذي حمله في سيارته. فقال ولله المثل الأعلى، هكذا القرآن الكريم يأخذ بيدك يسوقك هداية آخذا بأسبابها، فإن وصلت إلى الهدى وجدت القرآن الكريم. وذلك وجب علينا أن نعلم أبناءنا القرآن الكريم، وجب علينا. هذا واحد جاء في الأثر أنه واحد كان يعق والده يعصيه، وما أكثر العصاة في هذا الزمن والعياذ بالله، صلى الله ربي يحفظ أولادنا. جاء الوالد نتاعو يشكوه إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر، هذا وين هذا؟ في القرون، في القرن الأول الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استدعاه سيدنا عمر سأله قال لقد عقاني قبل أن أعقه. ذي سألوا قال له أمر أن يختار أمي، فما اختار أمي؟ قال له امرأة آمة ومجوسية فيما أعتقد، ما يش حتى على ما يش حرة. قال له والثانية؟ قال له لم يحسن اسمي، مع أنه مأمور بأن يختار أحسن الأسماء، فسماني جعران. قال له والثالثة؟ قال ما علمني آية من القرآن، وهذا محل الشاهد، لم يعلمني آية واحدة من القرآن. تعجب كل العجب أنه يجي مرات واحد يشكو المعلم، يشكو من يعلم ابنه القرآن الكريم، فيقول إن المعلم الفلاني طرد ابني وأخرجه من المحضرة أو المدرسة. والسبب لما تفتش في الأسباب تجد هذا الولي حريص على ابنه أن يمارس الرياضة، وحريص على ابنه أن يتعلم الدروس الخصوصية، وحريص على ابنه أن يتعلم اللغات الأجنبية، وحريص على ابنه أن يكون متفوقا في دراسته، لكنه لا حرص له إذا تعلق الأمر بتحفيظ القرآن أو أراد المعلم أن يلزمه بالانضباط والحضور داخل المدرسة فيحتج. فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن أبنائنا يوم القيامة. وإذا أراد المؤمن أن يستثمر فليستثمر في ابنه، أكبر استثمار أنك تستثمر في أولادك، أكبر استثمار أنك تستثمر في أولادك وتستثمر فيهم أنه يكونوا ناس صالحين، ناس بونات، ناس يحفظوا دينهم ويخدموا وطنهم ويبنوا أمتهم، هذا أكبر استثمار. إذا خرجت أولادك على هذا النسق رزقهم راح يجي على ربي سبحانه، تخممش قاع فيه، ما تخمم لا في المستقبل ولا في الرزق ولا كذا ولا غيره، ربيهم وخليهم ناس صالحين في المجتمع، راح ربي هو اللي يسوق لهم الرزق ماكش انت.